مشاهدينا الاعزاء، صباح الخير واهلا بكم معنا وفقرتنا الاسبوعيه فقره الجمال والجلد. النهارده هنتناقش مع حضراتكم في موضوع رساله وصلت للبرنامج من احد المشاهدات. هي الحقيقه مشكله يعني حساسه شويه، ولكن هي وصلت للبرنامج ولابد ان احنا نناقشها مع بعض. هي بتقول انه السيده بتقول ان انا ترددت كثيرا علشان ابعث بهذه الرساله، ولكن قررت اني فعلا لازم ارسلها اليكم لانها ممكن تكون السبب في حمايه الكثير من المشاهدين مما انا اصبت به. هي بتقول ان هي سيده متزوجه منذ اكثر من 25 سنه وعمرها الان حوالي 54 سنه. زوجها ذو مركز مرموق وبيعمل في احدى الدول الاجنبيه منذ اكثر من 30 عاما. بتقول انا كنت مصاحبه لزوجي حتى عودتنا نهائيا الى وطننا الام مصر، ولدينا 3 اولاد اصغرهم عمره الان 10 اعوام. بتقول منذ حوالي 4 اعوام دخلت المستشفى بهذه الدولة الأجنبية لإجراء جراحة حرجة، وتم نقل الدم لي أثناء هذه الجراحة. بتقول تمت العملية بنجاح وخرجت بالسلامة، وما كانتش بتشتكي من أي أعراض ولا أمراض مطلقا لأن حالتها الصحية كانت مستقرة تماما. وبتقول أنا وأولادي وزوجي كلنا جميعا بصحة وبخير وبسلام. لكن هي فوجئت منذ حوالي شهرين وهي بتقوم بعمل التحاليل الدورية العادية أنه دكتور التحاليل بيخبرها أن هي تحليل الدم بالنسبة لمرض الإيدز طلع إيجابي. يعني هذا التحليل بالنسبة لمرض الإيدز فقط طلع إيجابي، يعني هي مريضة بمرض الإيدز. بتقول هي صعقت تماما من هذا الخبر وبدأت تتمالك نفسها، ولكن بعد زيارتها الأكبر الأطباء عرفت أنه نقل الدم اللي تم ليها في المستشفى هو كان السبب، وبدأت تتعايش مع الحالة. هي بتقول أنا عايزة أسأل بعض الأسئلة، عندها الحقيقة استفسارات وأسئلة كتير عن هذا الموضوع، هيجيب معانا عليها الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. صباح الخير دكتور منير. صباح الخير. أنا عايزة أعرف بس في البداية، هي ليه فكرت إنها تبعت الرسالة لحضرتك؟ هل فعلا مرض الإيدز ليه علاقة بالجراحات التجميل أو بالأمراض الجلدية ولا إيه بالظبط؟ هو ليه علاقة بالأمراض الجلدية والتناسلية. ده مرض من الأمراض التناسلية المعروفة طبعا. هي بتقول هل هناك احتمال إصابة ابني الصغير بفيروس الإيدز والذي عمره الآن 10 أعوام؟ لا الحقيقة هو الحمد لله هي ولدته من 10 سنين، بينما هي نقلت الدم من 4 سنين، فهذا الفيز اللي عندها مش وراثي، وبالتالي احتمال إصابة الابن غير وارد على الإطلاق. هي بتقول ما أشهر الظواهر الجلدية لمرض الإيدز؟ الحقيقة مرض الإيدز جلدية، هو المرض الإيدز ده بيعمل عوارض كثيرة جدا جدا، لكن احنا بالنسبة لنا في الجلد بنشوف 3 حاجات. الحاجة الأولانية اللي هي التغيرات الميكروبية المصاحبة لمرض الإيدز، بنلاقي في مجموعة من الفيروسات زي مثلا الهربس البسيط أو الهربس العصبي بيصيب جسم الإنسان أو السائلين الجلدية أو الأمراض المعدية. بنلاقي فيه بعض الأمراض البكتيرية زي الحصف والدمامل والخراريج اللي موجودة، بنلاقي فيه بعض الأمراض الفطرية زي التنيات الموجودة ومرض الكانديدا. دي مجموعة أمراض. المرض الثاني والظاهرة الجلدية الثانية اللي هو مرض ما يسمى سرطان الجلد أو مرض كابوسي. هذا سرطان الجلد أو مرض كابوسي ممكن يكون مصاحب لمرض الإيدز، وده معروف ومنتشر. المرض الجلد الثالث اللي بنلاقيه اللي هي انتشار البقع الدهنية والإصابات الجلدية الدهنية في الوجه وفروة الرأس. الشخص بيلاقي طبق من الدهون وتغطي الوجه وفروة الرأس بكمية كبيرة جدا، ده أساسا لنقص المناعة اللي موجود في هذا المرض. دول مجموعة الأمراض الجلدية اللي ممكن تصاحب مرض الإيدز. طبعا في مجموعة أمراض تانية كثيرة جدا في داخل جسم الإنسان، تتعلق بالرئتين، تتعلق بالفم، تتعلق بالحلق، تتعلق بكل أجزاء جسمه، لكن دي مجموعة اللي تتعلق بالجلد. الأمراض الجلدية دكتور حضرتك ذكرتها بتظهر في أي مرحلة؟ في آخر مرحلة بتكون أكتر، إن مرض كابوسي ممكن يظهر في المرحلة الثالثة. طيب هي بتقول دور وزارة الصحة للوقاية من هذا المرض؟ انا زي ما قلنا نقل الدم طبعا، واللي هي بيتم فيه ان هي ما فيش كيس دم بيتم نقله لشخص في مصر دون ان يكون عليه تحليل اختبار الايدز سلبي. هل يا دكتور بالنسبة لزوجها هل هناك احتمال ان هو يكون اتنقل له هذا المرض؟ هو لابد من اجراء الاختبارات الترودية زي ما بتشوف سيادتك الشيك اب الدوري اللي موجود، لان هي اكتشفته صدفة، فلابد من اجراء التحليل الدورية لكل افراد العائلة طبعا، والوقايه دايما خير من العلاج. ايه النصيحه حضرتك ممكن توجهها لهذه المشاهده بالذات وهذه السيده انها تحافظ على نفسها، او ان هي تبتدي تقي اسرتها، او تبتدي تاخد مراحل علاج معينه؟ ايه المفروض حضرتك تقوله لها؟
هو يعني ده قدرها، قدر الله ما شاء فعل بالنسبه لها، لان نقل الدم ده ما كانش حاجه بايدها، وهي ست واضح ان هي ست مستقيمه والحمد لله. ونصيحه لكل الناس اللي احنا بنقول ان هذا المرض من الامراض اللي هي الحمد لله مش موجوده في مجتمعنا مطلقا، لان الديانات السماويه والخلق القويم للشباب المصري بصفه عامه تحتم علينا ان هذا المرض لا ينتشر بيننا، والحمد لله هذا المرض غير موجود. سيادتك لو بصيتي بره بلادنا وشفت هذا المرض هتلاقي نسب عالية جدا حوالينا في أفريقيا وفي أمريكا وفي كل الدول الغربية، نسب عالية جدا رهيبة تخيف، ولكن والحمد لله هذا المرض أكاد يكون منعدم في بلادنا. حضرتك تبتدي تقول لها مثلا تعمل إيه علشان تقي نفسها أو تبتدي تتعايش بقى مع المرض؟ لابد من أنها تتابع مع طبيب دايما، وتبقى في اختبارات دورية موجودة بالنسبة لها، وبتاخد علاج مناسب معه. وطبعا هذه الحالات يعني نتمنى في القريب العاجل ان احنا نلاقي لها شفاء كامل ان شاء الله. شكرا. شكرا. اعزائي المشاهدين في نهايه لقائنا بنشكركم وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم، شكرا لكم والى اللقاء.